السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو بإذن الله غادي نحضر معكم تورتة بلا كريم شانتيي، سهلة جدا، مقاديرها بسيطة وقليلة ولكن كتجي راقية سواء في المذاق أو كذلك حتى في الشكل ديالها. تصلح أنكم تقدموها في المناسبات وكذلك للضيوف ديالكم. هذه التورتة سهلة جدا، بدون فرن، بدون جينواز، فقط بالبسكوي وكريم شانتيي. غادي تعجبكم ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول شيء غنحضروا الكريمه اللي غادي نديروا في التورته ديالنا. عندي هنا علبه من مستحضر الكريمه شانتيي وربع لتر من الحليب. الحليب يكون بارد، يعني يستحسن انكم ديروه في المجمد قبل ما تخدموا به، واحد جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق في المجمد تقلاصه شويه. والاناء اللي غتخدموا فيه الكريمه حتى هو ديروه في الثلاجه سابقا باش يكون بارد مزيان، تضمنوا ان الكريمه غتنجح لكم وحتى ما كتاخذش الوقت دغيا كتطلع، يعني عوض ما تطربوها مده طويله دغيا كتطلع لكم، كتختصروا الوقت. صافي كتخدموها بالطراب الكهربائي على سرعه متوسطه في البدايه، ومن بعد كتزيدوا السرعه شويه بشويه حتى كتعقد وكتشد راسها مزيان. عاد غادي نزولوها جانبا ونبداو في تحضير القاعده ديال التورته. ها هي الكريمه ديالي واجده، غندخلها المجمد وندوز مباشره لتحضير القاعده ديال التورته اللي كنحتاجو فيها البسكوي والحليب. بسكوي اي نوعيه كتفضلوها، انا استعملت النوعيه العاديه، يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه اخرى. وعندي هنايا الطبق اللي غادي طبق التقديم اللي غنقدم فيه التورته. درت ليه في الجوانب ورق الطهي باش انني نحافظ على الطبق ديالي نظيف، يسهل عليا كذلك التطبيق ديال التزيين وكل شيء. المهم ما ترونش ليا التبصيل. من بعد ضفت الاطار اللي غادي نخدم فيه التورته. كناخذ الحليب، حليب بارد، وكنغمس فيه القطع ديال البسكوي، يعني كنغطسهم غير شويه ونهزهم ماشي بزاف باش ما يجيونيش، يعني ما يجيونيش هارين عاوتاني يرجعوا رطبين بزاف ويخسروا. غير كندخلهم في الحليب ونخرجهم بسرعه وكنستفهم في الاطار وحده حده وحده حتى كنغطي القاعده ديال التورته كامله. وبالنسبه للجوانب فكنملئهم بقطع ديال البسكوي، كنقسمو كقطع صغيره باش انه يتسدوا لي الفراغات، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنستفو كامل. وكيف ما كتلاحظوا عندي الفراغات اللي بقاو لي في الجنب راني غطيتهم ببسكوي مهرس. في الاخير ما كيبانش داكشي، كيجي طبقه واحده، يعني واخا دوك الطروفه ما كيبانوش. كندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي بنفس الطريقه وكنطبق الكريمه. كنخرجها من المجمد كيف ما كتشوفوا انها شاده في راسها، حنا بغيناها تكون شاده في راسها مزيان تجي جاريه. وبالتاويل يعني غير بلطف بالخاطر، يعني تدوزوها هكا فوق البسكوي، ما تضغطوش بالجهد باش ما يتهزش ليكم البسكوي خصوصا في الاول، يعني شويه بشويه كدوزوها على هذاك البسكوي حتى كتغطيوه. عاد يمكن ليكم تخدموه بالزربه ديك الساعه، ما تخافوش ما غاديش يتهز مازال. بواسطه ملعقه او سباتولا او اي اداه عندكم كتوزعوا الكريمه بهذا الشكل، حتى كتساويوها في الجوانب في الوسط، يعني تتساوى فوق السطح ديال البسكوي كامل. وعاد غادي نديرو الطبقة الثانية ديال البسكوي فوق التورتة أو فوق الكريمة. وبنفس الطريقة اللي درتها في الأول كنعاود ناخد البسكوي وكنغطسو في الحليب. الحليب يكون بارد بطبيعة الحال، ما يكونش سخون. وكيف ما قلت لكم كنغطسو غطسة خفيفة ونحيدو بالزربة باش ما يجيش هاري. كنستفو على السطح ديال التورته كامل وكنعاود ندير طبقه اخرى من الكريمه. كندير الكريمه المتبقيه وكنوزعها غير بالخاطر، خصوصا ان البسكوي كيكون رطب، يعني لو ضغطنا بالجهد غادي
كيتقشر، يعني سهل انه يتقشر، ويبقى يتهز لينا مع الكريمه. ففي الاول غير بالخاطر حتى نغطيوه بالكريمه، وعاد ديك الساعه نبقاو نزيدو شويه بشويه حتى نحصلوا على الشكل النهائي اللي بغينا. كيف كتشاهدوا ان الطريقه سهله جدا وما تحتاجوش شي ادوات اللي تكون احترافيه او لا خاصه بالحلويات باش انكم تصايبوا الكريمه، غير ملعقه او لا سباتول انك تقضي الغرض، يعني كتقدها مزيان. ماشي ضروري يكون عندكم شي ادوات خاصه بالكريمه او لا خاصه بالتورته، فاي شيء عندكم ممكن تقضوا به الغرض. صافي، هنا كنقاد السطح ديالها بالسباتول، ومن بعد هنا كنزول الاطار. الاطار سهل انه يتحيد، كنزولو جانبا، وكناخذ واحد السكين اللي يكون كبير في الحجم ديالو، هو باش كنقاد السطح ديال التورته كندوزو عليها، ما كنضغطش بزاف، يعني غير بشويه باش انني يعني تجيني داك السطح ملس، ما يجيش مخدوش اولا يجي مصايب مقاد. اي سكين عندكم، اي موس يكون كبير يفي بالغرض. صافي، كنقدها من السطح وكذلك الجوانب باش تجيني الحواف ديالها مقاده، ما تجيش جهه عوجه ولا الكريمه غادا لواحد الجهه عوجه، ولا خصها تجي مقاده فينيا. وكنغطي ايضا الجوانب ديال التورته ديالنا بالكريمه، يعني ما كنديش الكريمه كلها الفوق، كنخلي واحد شويه باش كنغطي بيه الجوانب ديال التورته، غير شويه ما نكتروش. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنغطيهم كاملين. هنا كيساعدونا دوك الاوراق اللي درنا في الاول ان التبصيل ما كيتوسخش لينا، يعني كنخدموا على راحتنا، ما كيهمناش الا طاحت شي حاجه ولا ممكن كطيح فوق دوك الاوراق اللي كنزولهم في الاخر. من بعد هنا عندي الشكلاط فيرميسيل اللي غادي نزين به الجوانب ديال التورته، كندوزو عليهم بهذا الشكل هذا باش نغطيهم. والتزيين كيبقى اختياري بطبيعه الحال، تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوا انكم تزينوا بها التورته ديالكم. صافي، كنستمر بهذه الطريقه حتى كندورها، ندور لها الفيرميسيل من الجناب. من بعد كندخلها للثلاجه واحد ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع، عاد باش كنخرجها باش نزينها من السطح ديالها. اولا قدرتوا تخليوها حتى اكثر، يعني خمسه السوايع سته السوايع، ولا تبيتوها كتجي زوينه. من بعد ما كنخرجها من الثلاجه كنزينها بالشكلاط من الفوق، كيف ما قلت لكم التزيين كيرجع ليكم. انا خديت شويه ديال الشكلاط ذوبته مع شويه الحليب، وكندير خطوط هكا من الجنب. من بعد تقدروا تزينوها نتوما بكريمه، تقدروا تزينوها بالغاناش، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا من الفوق. انا خليتها هكا سامبل، درت لها خطيطات بالشكلاط من الفوق من الجناب، وغادي نزينها حتى بشويه ديال القرقاع، كتجي رائعه جدا وما كتاخدش الوقت نهائيا. يعني دغيا غادي تصايبوا التورته، خصوصا الا كانوا يجيوكم الناس على غفله، يعني ما عندكمش الوقت باش تحضروا شي كيك، تجلسوا يعني انكم تطيبوا الجينواز ولا تسناو حتى تطيب في الفران، كتاخذ لكم الوقت. وحتى لو كان ما كينجحش لكم الجينواز، ما زعمتوش تصايبوا التورته ديال الجينواز، يمكن لكم تصايبوا هذه ديال البسكوي، حتى هي كتجي زوينه وراقيه في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها. تصلح كذلك تحضروها في مناسبات كمناسبه عيد ميلاد او عيد الزواج او اي مناسبه، ما غاديش تاخذ منكم الوقت ولا المجهود ولا حتى المقادير. السيدات اللي ما كينجحش لهم الجينواز او ما عندهمش الوقت انهم يتسناو حتى يطيبوه في الفران، يمكن لهم يحضروها بالبسكوي، كتجي زوينه بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. ما تنسوش تدعمونا باش نقدموا لكم المزيد من الوصفات، وباش تطلع القناه ديالنا ان شاء الله. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.